بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. خريستوس أنستي، كل سنة وأنتم طيبين. الحد الثاني من أيام الخمسين المقدسة، وكنيستنا دي الحقيقة كل شوية الواحد بيكتشف قد إيه عميقة في اختيار ترتيب الأحداث والأفكار. بعد ما ثبتت إيماننا مع توما وقالت لنا مفيش خلاص إلا بالإيمان، جابت لنا الحد التاني موضوع الإفخارستية يتصدر المشهد. النهاردة كل القرايات من يوحنا 6 والكلام كله تحسوا أنه في تركيز بإلحاح أنه القيامة دي تكمل لما تتناول، أو الحياة الأبدية اللي خدتها في المعمودية بقيامة المسيح تثبت فيك بالإفخارستية. دي كده إيه فكر الكنيسة، دماغ أمنا الكنيسة بتقول لنا كده، خدت الحياة الأبدية في المعمودية المبنية على موت وقيامة المسيح، هتثبت الحياة الأبدية اللي ممكن تروح منك دي تثبت فيك بالإفخارستية. وده إلحاح المسيح النهاردة، أنه إيه خبز الحياة النازل من السماء، واهب حياة للعالم، من يأكلني يحيى بي، من لا يأكل جسد ابن الإنسان ولا يشرب دم وليست له حياة أبدية ثابتة فيه. لاحظوا زي ما الشيطان كان بيشكك بشدة في قيامة المسيح وبيشكك في ضرورة الإيمان للخلاص ويحط بديل زي الأخلاق أو الناموس، هو بيشكك تماما في حقيقة ما نأكل وما نشرب. عبر الأجيال في شكوك محيطة بالإفخارستية، إما كانتش تشكك الناس في أنه جسد حقيقي تشككهم في قيمة الموضوع ودوره، يعني إيه خلاص آمن مش لازم إفخارستية، ولو إفخارستية خلاص نعمل المايدة بس مش لازم يبقى جسد حقيقي بدم حقيقي. عشان كده النهاردة عاوز أدرس معاكم الجزء الخاص من كورنثوس الأولى 11، لأنه مش ممكن يتفهم إلا من منظور إيمان الكنيسة الأولى بأن ده جسد حقيقي وأنه ضروري للحياة الأبدية، وأنه له كرامة خاصة جدا في الكنيسة، وأنه مفيش مسيحي حقيقي في الأجيال الأولى إلا وفاهم الكلام ده، وده مزروع جواه. ساعات واحد يقول طب ليه مش واضحة في بقية الرسائل؟ لأن المشكلة دي بتاعت التشكيك في الإفخارستية كجسد ودم حقيقي أو جدول الإفخارستية في خلاصنا ما كانتش مشكلة كنايس تاني، لأن خلي بالكوا الرسائل لما اتكتبت اتكتبت لأنها بتواجه مشاكل معاصرة. يعني ليه مثلا في تسالونيكي بيتكلم عن ضرورة الشغل؟ لأن في ناس قعدت من أشغالها وتقول لك هنستنى ربنا. طب ليه مش في بقية الرسائل القضية دي ما كانتش شغلة بقية البلاد؟ إذا واضح أن كل رسالة بتتعامل مع معطيات لكن إيه بتحل أزمة في كنيسة معينة، بس الكنائس مستقرة على التقليد المقدس الثابت اللي كل الكنائس عايشة به. كورنثوس الأولى دي بالذات أفكركم دي كنيسة المشاكل، لأنها طلعت في مناخ صعب قوي، كله وثنية كله فلسفة. فرغم أن تعب فيها بولس الرسول سنة ونص وظهر له المسيح فيها وطلع تلاميذ حلوين، إنما أول ما بعد عنهم لقينا حزبية وانشقاق، لقينا موضوع خاطئ كورنثوس، لقينا ما ذبح للأوثان، تشكيك في القيامة، محاكم بين المسيحيين وبعضهم، جواز نتجوز ولا نفضل كده، في مكان للبتولية ولا لا. ومن أصعب المشاكل بقى مشكلة عدم احترام الجسد والدم أو تمييز الجسد والدم، ده اللي هنناقشه بقى دلوقتي، وده مهم قوي لينا ان احنا نستوعب ده. احنا مش فكر الكنيسة القبطية، ده فكر الكنيسة المسيحية، ده اللي سلمه المسيح في العشاء الرباني، عاشوا بيه التلاميذ بمنتهى السلاسة كأجمل وأهم ممارسة ليهم في حياتهم مع ربنا. الحقيقة اليومين دول واحنا أغلبنا مش طايلين نتناول، أنا بفرح لأن الشعب كله بيئن لاشتياقه للتناول، بيأكد لنا أنه ذهن الكنيسة، ماما الكنيسة دي حطت في دماغنا الصح. وأصغر طفل في الكنيسة، لسه بسمع حوار جميل قوي بين طفلة وجدتها، الجدة بتقول مشتاقين قوي ندخل الكنيسة نولع شمعة ونبوس الأيقونة، قامت الحفيدة بتقول لها لا أنا مشتاقة للتناول، جسد ربنا ودم أهم حاجة. بصوا بقى الطفل المتربي صح هو مدرك عظمة التناول وقيمته في خلاص النفس من غير إيه يعني عظات لاهوتية،
لأن البرمجة دي هي البرمجة التقليدية الآبائية الرسولية السليمة، لأنه زي ما اليهودي الغلبان الصغير كان بيأكل المن وهو يعني مش فاهم بقى ما وراء المن من معجزات، بس هو اللي اداله العمر 40 سنة، والأطفال اللي كان المن ده هو اللي دخل كنعان، الكبار اللي استهانوا بالمن وعبدوا أوثان دول هلكوا. لكن المن كمعجزة كان موجود، والمن طبعا كان مقدمة شرح المسيح على الإفخارستية في يوحنا 6 وضرورة الإفخارستية وفرقها كمان عن المن. يعني المن إن كان معجزة لا تقارن أبدا بمعجزة الإفخارستية، لأن المن أباكم كانوا المن وماتوا حتى لو خبز نزل من السماء، إنما المسيح يعطي جسد ودمه دي فوق أي معجزة أخرى. تعالوا نعيش مع بولس بقى القصة دي، لأنه كان بيرد على كل ما هو ديفيشنز أو انحرافات في الكنيسة بتاعت كورنثوس. قال أولا لابد أن يكون بينكم بدع، ليكون المزكون ظاهرين بينكم. يعني دانا قاعدة كده أن وجود بدع ده كمان زي ما بيطلع المبتدعين ويظهرهم بيطلع المؤمنين المخلصين بتوع ربنا الصح، دول اللي بيسميهم المزكون أيضا. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، يعني أنتوا بتجتمعوا وكأن أنتوا مش داخلين على إفخارستية، لأن كل واحد بيسبق ياخد عشاء نفسه في الأكل، والواحد بيجوع والآخر يسكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ أم تستهينون بكنيسة الله؟ ده في حاجة اسمها الاستهانة ببيت ربنا، ده موجود من كورنثوس. الاستهانة دي معناها أنه بقى المكان فيه أكل وشرب زي كأنه مكان عادي، وبقت الناس جاية مش على يعني استعداد لأكل عشاء الرب. فهنا قال هرجع معاكم بقى احنا استلمنا ايه وعايشين ازاي، لاني مش هقبل ابدا الاستهانة دي. نشوف بولس بيقول ايه. أم تستهينون بكنيسة الله وتخجلون الذين ليس لهم؟ ماذا أقول لكم؟ أمدحكم على هذا؟ لست أمدحكم. مش أمدحكم على حاجة غلط، لو تستهينوا ببيت ربنا لا يمكن أمدحكم، ولو مش عارفين يعني إيه عشاء الرب ده لا يمكن أمدحكم. وبدأ بقى يحكي لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم. خلي بالكوا بقى عشان لما يطلع ناس في القرون الأخيرة يؤدوا معاني جديدة هما ما يقدروش يستخدموا الجملة دي، دول ما استلموش. إنما بولس مستلم. طب ده بولس ده ما كانش من ال 12 ولا ال 70، ما حضرش خميس العهد، بس في حاجة اسمها إيه؟ تسليم، تقليد. كنيسة ماشية على نظام كل الرسل بيعملوه. تسلمت من الرب ما سلمتكم. بعض الآباء قالوا المسيح سلمه تسليم شخصي، وأغلب الآباء قالوا لا، هو استلم من بقية الآباء طقس الإفخارستي زي ما كل كاهن بيستلم القداس في الدير من الكهنة اللي قبله. تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، لكن هو اعتبر التسليم من الرب لأن اللي أسس سر الإفخارستية المسيح نفسه. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها، لما سلم فيها ذاته أخذ خبزا. يبقى ده اللي بيتقال على طول في الليتورجية بتاعتنا بقى، احنا حافظين الكلام ده مش كده؟ وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسد. قارن اللي موجود في كورنثوس بأي إنجيل من متى ومرقس ولوقا، تحس بولس أنت كنت قاعد معاهم؟ لا. طب أنت ليه بتقول اللي حصل مع أنك ما كنتش قاعد معاهم؟ لأن ده نظام الكنيسة، لأن الكنيسة مستلمة، لأن الليتورجية كطقس كنظام ينتهي بالتناول، ده تسليم المسيح للكنيسة للآباء. بولس ما يعتبرش الجيل الملاصق قوي، وإن كان طبعا المسيح اختاره اختيار شخص، بس مش ما هوش من ال 12، ومع هذا الأباء اعتبر أبوه واحد منهم لأنه استلم زيهم. أخذ خبزا وشكر فكسر وقال. خلي بالكم النطق الإلهي يحدد ما يحدث. النطق الإلهي يعني ما يقول لعازر هلم خارجا، طب لعازر ميت بالعقل ده ما يمشيش، بالنطق الإلهي هيقوم. كن فيكون، بدل قال كن ليكن نور فكان نور، ده نطق إلهي. الآباء فهموها كده إن المسيح الخالق القادر على كل شيء وانس نطق هذا النطق الإلهي له مفعول دائم، وده مفعول إلهي
يعني ده مش مفعول بشري. عشان كده التشكيك في الجسد الحقيقي يسحبنا للتشكيك في لاهوت المسيح على فكرة، لو انتوا فاهمينها صح. قال ايه؟ خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. ما تنسوش ان ده كانت ليلة صليبه، جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم، ده اللي اتقال في الأناجيل، لأنه هو بعد ساعات هيقدم جسده ذبيحة، دمي المسفوك من أجلكم، لأنه بعد ساعات دمه هينزل من أجل خلاصنا، فهو يقدمه بإرادته الحرة كإله حقيقي يملك هذا، أنه يقدم لنا جسده. هتقول لي إزاي؟ أقول لك، وهو العذر قام إزاي؟ وهو النور طلع لما ما كانش في نور إزاي؟ ما كل أمر إلهي يحمل معجزة ويحمل قدرة إلهية معجزية. خذوا كل هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وظنكم كخدام فاهمين أن ذكري لا تعني أبدا تذكار عقلي، بدليل أنه ما كانش هيزعل الزعل ده كله لو هي إيه كنا قعدنا نفتكر عمله، لا نفتكر اصنعوا فيما نحن أيضا نصنع ذكرى. صنع الذكرى يعني إعادة كل الحدث بقدرته بقوته. إلهنا حاضر وسطينا بيتمم السر من خلال الكاهن، فالكاهن ده شايل المسيح والمسيح شايل جسده الحقيقي لشعبه، ده فكر الكنيسة. ومن هنا جت كلمة سر، لأن ده فوق النظر وفوق العقل كمان. مش هشوف المسيح اللي جوه الكاهن ولا هشوف الجسد بمعنى فلاش لحمة المسيح، لكن سر حقيقي المسيح تمام. كذلك الكأس أيضا بعدما تعشوا، لأن في حاجة اسمها عشوة الحبورة، استعداد للفصح تاني يوم في الذبيحة، لكن ده كل ده خلص الطقس بتاع اليهود ودخل على تأسيس سر التناول. ده بولس بيحكي وهو ما كانش حاضر خميس العهد. ليه؟ تسلمته، ما سلمتكم. فهو مستغرب ايه اللي حصل عندكم يا بتوع كورنثوس بالذات. يبقى واضح بقيه الكنائس كلها مستلمه زي بعض، بس كورنثوس شطحت في حته هنشوف. فوقف لهم بقى زعلان جدا من اللخبطه دي. هذه الكاس هي العهد الجديد، يبقى في عهد جديد مرتبط جدا بالكاس. عشان كده لما نقول الكاس ترمز، ترمز ايه؟ ده هي العهد الجديد. ما قالش ليه ترمز؟ طيب ما فيش رمز هنا. الكاس دي وقفت عهد قديم خلاص ودخلنا عهد جديد. ليه؟ عهد قديم في دم حيوانات، عهد جديد في دم المسيح. يبقى اللي في جوه الكاس دم المسيح، ومن هنا يأتي العهد الجديد بقوته بمفعوله. وإلا يبقى العهد الجديد كله وهمي لو ما كانش الدم اللي هنتناوله ده حقيقي. عهد جديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. خلي بالكوا ذكري الكهل أبائنا الأوائل ما قلقوش منها. ليه؟ لأن الأنامنسيس في لغتهم القديمة معناها هنعمل ده كل شوية بنفس قوته. وظنها يعني اتشرحت كتير لما أقول إيه، ممكن أفتكر حاجة من الطفولة ما أقدرش أستدعيها، لكن لمة حبايب هجروا كلهم وبعدين نتفق على ريونيون ونعيد نفس المشاعر بنفس الناس بنفس القوة، يبقى نفس الناس حاضرة إلى حد ما تحقق معنى صنع الذكرى. يعني إيه؟ هو المسيح بجد بجد، دي جسد حقيقي بجد، أيوة بجد، يبقى دي الأنامنسيس. الذكرى معناها إعادة الحدث كما هو بالضبط، ده ما يجيش خالص مع بشر طبيعيين. اللي فات ما ينفعش نرجعه بالحرف، الزمن بيتغير، لكن مع ربنا يسوع اللي فوق الزمن لا ينفع، لأنه ده قوة إلهية بتعمل كده. فإنكم كلما، بصوا اللي أكد بقى إيمان الكنيسة، خلي بالكم الألفاظ اللي استخدمها بولس دي بيعتبروها الآباء ألفاظ لترجية، عشان كده احنا بنقول النص ده جوه القداس لغاية دلوقتي. كلما أكلتم هذا الخبز، طب ما هو قال عليه جسدي، بس طعمه خبز، وبولس فاهم كده واحنا فاهمين كده. وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. مش دي الجملة اللي بيقولها بونا لغاية دلوقتي في الليتورجية؟ بولس بيقولها في الليتورجية من القرن الأول، وبطرس بيقولها ومتى بيقولها وتوما بيقولها. يعني إيه؟ هذا هو العهد الجديد، وارتبطنا بالعهد الجديد بدم العهد الجديد، ودم العهد الجديد دم نتذوقه
وجسد العهد الجديد الحي ده نأكله زي ما كانوا اليهود بيأكلوا من الذبيحة. احنا بناكل من فصحنا الجديد، فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. إذن لينا علاقة عهد حقيقي بالأكل والشرب. ليس هناك عهد جديد في ذهن الكنيسة الأولى بدون إفخارستي. عهد جديد معناها أكلة جديدة بذبيحة جديدة بكهنوت جديد بشريعة جديدة بمستقبل جديد حياتنا الأبدية. نكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي. يبقى الإفخارستية ممتدة من يوم خميس العهد لغاية ما يجي المسيح على السحاب. كنيسة العهد الجديد ماشية كده. أهم حاجة بتعملها إيه؟ مائدة الرب. الرب يحضر ليعطي لكنيسته لشعبه جسده ودمه. فده الأكل الخاص بتاع المؤمنين المعمدين اللي قاموا من الموت، المفديين اللي بيلزقوا في المسيح ويعيشوا بيه لغاية ما يقبلوه على السحاب. ده فكر الكنيسة من أول يوم. إذا بصوا بقى بولس، احنا لغاية دلوقتي مش فاهمين هو زعلان من ايه. هو بيراجع ثوابت مستقرة في الكنيسة كلها، عشان كده مش لازم تكون مشروحة في كل الرسائل، لأن الرسائل ما عندهاش مشاكل مع ده. إذا أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق هيبقى إيه؟ مجرم. وهنا أحبائي أرجوكم تعالوا، بدل الناس بتقول طب شغلوا مخكم ينفع يبقى جسد المسيح، طب شغل مخك أنت مع الآية دي. هو ده لو مجرد فكرة وحتة لقمة بتفكرنا باللي المسيح عمله أبقى مجرم ليه؟ طيب إما كانش ده جسد حقيقي التقدم إليه، لمس لله نفسه، لمس للمسيح نفسه. ومن هنا لو ما كانش في استحقاق يبقى في إجرام، يبقى في تطاول، يبقى في جسارة. فيقول يبقى مجرم في جسد الرب ودمه. وعشان ما يسيبش مجال للتفسيرات الخاص قال إيه؟ ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكاس. يمتحن نفسه على إيه يا بولس؟ لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه. أيوة بس احنا ما فهمناش الاستحقاق هنا مرتبط بإيه؟ غير مميز جسد الرب. يبقى جزء أساسي من فكر الاستحقاق أنت مميز إن ده جسد الرب حقا ولا لأ. عشان كده أهم كلمة في الليتورجية أمين. حقا جسد محي، جسد مقدس، جسد حقيقي. هذا هو الجسد المحي الذي أخذه. أمين أمين أمين، ده استحقاق. طب لو واحد لا يؤمن أنه جسد محي، جسد حقيقي، إياك تتقدم تاخد دينونة. لدرجة القديس كيرولوس الكبير من القرن الخامس، الرابع وخامس، قال لنا أنه لا تلمسين اللي اتقالت لمريم المجدلية أحد معانيها الكنيسة ما تسمحش لحد يلمس جسد المسيح إن كان لسه بيقول رابوني. يعني إيه يا معلم؟ لا، لازم تقول ربي وإلهي فتلمس، فتعترف أن هذا هو المسيح الحي الإله الحقيقي المتجسد. نسجد لك أيها المسيح، بنقولها كده في القداس، وبعدين نسجد لجسدك المقدس وإحنا رأسنا في الأرض. إذن الكنيسة كلها تؤمن جسد حقيقي والدم الكريم، فنقف في خشوع زي الملائكة لأنها لحظة عالية جدا. نقولها تاني. لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. بصوا الأكتر من كده بقى، القديس بولس ربط تأديب الكنيسة في الوقت ده تأديبات حرفية مباشرة بسبب الاستهانة. فيقول من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء. وضعفاء هنا مش بالمعنى الجميل بتاع ضعيف قوته في الضعف تكمل، لا، في ناس بتضعف بتمرض. ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. لو حكمنا أن احنا غير مستحقين ما كناش تجاسرنا وقربنا من جسد المسيح ودمه. ليه؟ لأن إيماننا متلخبط أو حياتنا ملخبطة لا تليق أبداً للقدسات، القدسات للقديسين. عشان كده احنا فاهمين الاستحقاق ايمان حقيقي وتوبة صادقة
وبالتالي في خشوع شديد جدا قبل الاقتراب من جسد المسيح ودمه. من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى، كثيرون يرقدون، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب كي لا ندان من العالم. تعبير مهم قوي، ربنا بيأدب ولاده على الاستهانة اللي ذكرها في كورنثوس الأولى 11، وعلى عدم التمييز، لأن فكر الكنيسة مميز بس في ناس مش مميزة، والتأديبات دي عشان ما يبقاش مصيرهم الهلاك الأبدي. فيبقى ربنا بيشد قوي عشان الناس تخاف وتتوب وتؤمن إيمان مستقيم كي لا يدانوا مع العالم اللي رفض الإيمان بالمسيح كإله متجسد، ورفض الإيمان بأنه يعطينا جسده نأكل ونحيا به. لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب كي لا ندان مع العالم. طيب أنا عاوز أكد على نفس المعاني دي من الإصحاح اللي قبله برضو، لقال واحد يقول ده إصحاح واحد بس يعني في كلام بولس. لا حبيبي، الحكاية مش بالإصحاح. أولا ده نص كبير يقابله نصوص متى ومرقس ولوقا في شرح الإفخارستية، يقابله يوحنا 6 كله تقريبا بيشرح اللي هو بيتقري النهاردة في الحد الثاني في 50، بيأكد على الحياة الأبدية المرتبطة بالإفخارستية. احفظوا الجملة دي، الحياة الأبدية المرتبطة بالإفخارستية، من يأكلني يحيا بي، من يأكلني يحيا إلى الأبد، من لا يأكل ليست له حياة فيه. اللي عاوز يفهم، اللي عاوز يصدق، اللي عاوز يقبل، ده موضوع شخصي، لكن ما تغيرش إيمان الكنيسة لأنه العقل مش قابل. ما هو العقل من الأول ما كانش قابل التجسد، والعقل دلوقتي مش قابل وجود الله، إذن العقل مش هيوصل للسماء. الإصحاح اللي قبله يقول أقول كما للحكماء احكموا أنتم فيما أقول. عشان كده بستخدم نفس كلمة احكموا اللي بيقولها في 10 بيقولها في 11، يعني يا جماعة احكموا أنتم على نفسكم. الله أنتم مش عارفين أن الكنيسة بتقول جسد حقيقي، أمال إزاي بتقدمين كده؟ طب احكموا أنتم. كاس البركة التي نبارك أليست هي شركة دم المسيح؟ إزاي يبقى في تأويل للآية دي إلا أنه يكون واضح مفهومها؟ ده دم المسيح بجد، شركة دم المسيح. احنا ليه نفسنا ندخل الكنيسة عشان نتناول؟ ليه؟ عشان دم المسيح يلمسنا، احنا عايشين بده وحياتنا كلها مرتبطة باللحظة دي، فمشتاقين كلنا. الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ يبقى اسمها ايه؟ عشان في ناس سميتها الشركة. ايوه حبيبي ماشي، نسميها خبز الشركة، بس شركة ايه؟ شركة جسد المسيح الحقيقي وشركة دمه الحقيقي، ماشي تبقى إفخارستية صح، يبقى جسد ودم حقيقي لعمانوئيل إلهنا، عشان كده كلنا نقول أمين حقا نؤمن. فإننا نحن، بصوا بقى تأثير الإفخارستية، لو كان الكلام هنا كله رمزي يبقى مفعوله مجازي، إنما هنا بيتكلم عن مفعول حقيقي للسر. فبيقول نحن الكثيرين، كل شعب الكنيسة، خبز واحد، جسد واحد. بصوا بقى السر بيعمل فينا ايه، بيربطنا كلنا كمؤمنين معمدين، بيعمل مننا جسد واحد، كيان واحد، لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد. يقول طب ما هو قال خبز بعد ما قال جسد. أيوة يا حبيبي، ما هو ده اللي بيشرح السر، إنه جسد حقيقي ولكن يظل ملمسه وشكله خبز، وده ده السر كده، والآباء فهموها كده وشرحوها كده وقالوا ما فيش مجاز في الموضوع، قال خدوا كلوا هذا هو جسدي، تلاميذ خدوا جسده، كسر الخبز وقال هذا هو جسدي، كسر الكاس قال دمي، فمحدش من التلاميذ اعترض ولا حتى تساءل، لأنه كان شرح قبل كده بالتفصيل في يوحنا 6. وبعد كده يقول بصوا بقى، ينفع لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين؟ ما ينفعش تشتركوا في مائدة الرب، اسمها مائدة الرب، مائدة الرب، يبقى ربنا موجود فيها، ولا هي كده وكده كده وكده، يبقى المسيح كده وكده، وتبقى المسيحية كلها كده وكده، وتبقى المعمودية كده وكده، ما فيهاش ولادة جديد. لا يا أحبائي، احنا استلمنا زي القديس بولس المعمودية ولادة جديدة حقيقية، والميرون
سكن الروح القدس فينا حقيقي، والغفران في سر الاعتراف حقيقي بيتحل في السماء، والتناول جسد ودم حقيقي على المذبح. عشان كده شهوة كل مسيحي هو ده. النهاردة هتلاقوا بقى في المزامير تسبيح عالي، مزمور القداس والقرايات بتمجد فينا العظمة دي. بصوا جمال كنيستنا النهاردة بتقرأ في قداس الحد التاني قصة إقامة أفتيخس بكسر الخبز. كسر الخبز هو الاسم الحركي الأول للإفخارستية في الكنيسة الأولى، وعشان كده في الترجمة القبطي توزيع جسد الرب لما بوسلس كسر الخبز أفتيخس قام. بصوا العلاقة اللي الكنيسة بتغرسها في أولادها، يا أولاد قيامتنا مرتبطة بالجسد والدم الحقيقي ده. هذا هو الجسد المحيي. المحيي يعني هو ده اللي هيدينا حياة أبدية. ده احنا شعبنا الطيب بيبقى عاوز يتناول قبل ما يروح. ليه؟ أصل التناول معناها غمض عيني وهفتح تاني. فالتناول بيقول لنا كلنا كده، حتى لو بقى مش مذاكرين إنجيل ولا حافظين آيات ولا عايشين تاريخ الألفين سنة واللي حصل فيهم، هم فاهمين صح. لما نروح بقى ليوحنا 6 قراية النهاردة، قال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش أبا. خلي بالكم الإيمان بي كإله متجسد يسبق الإيمان بجسده الحقيقي ودمه الحقيقي. وبعدين يقول إيه؟ أنا نزلت من السماء. ما هي دي ما كانوش مصدقينها، وبالتالي لما يقول لهم هديكوا جسدي اللي جاي من السماء مش مصدقينها. فاللي يصدق إن المسيح نزل من السماء متجسدا من أجل خلاصنا هيصدق إن المسيح يعطينا جسده بقوة معجزية برضه. ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وبعدين يقول هذه مشيئة الذي أرسلني، كل من يرى الابن. طب احنا نشوفه ازاي دلوقتي؟ هنشوفه في الجسد والدم. كل من يرى الابن ويؤمن بي تكون له الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. كان اليهود يتذمرون، إذن في ناس ما عجبهاش الكلام، ولم يتراجع المسيح أبدا عن كلامه لأنه ده طريق خلاص. لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، وقالوا احنا عارفين يسوع ابن يوسف وعارفين أبيه وأمه. فأجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب. الحتة دي مهمة أحبائي. ليه؟ رافضي الإفخارستية، رافضي أن يكتذبوا من الآب. يعني إيه؟ بتحركوا بعقلهم مش بالروح القدس. الروح القدس اللي معلم الكنيسة بيشد ولاد الكنيسة على مائدة الرب، على طريق الحياة الأبدية. في ناس رافضين أن يكتذبوا للإيمان المستقيم، ماشيين بالدماغ بالعقل بالمنطق بالفلسفة، رفضوا التسليم تماما اللي بيقوله بولس ده، ورفضوا التفسيرات اللي احنا بنقولها مبنية على 2000 سنة حياة الكنيسة. وبعدين بيتكلم براحته يقول لك احنا ككنيسة قديمة فاهمين غلط، هم اللي فاهمين صح. ربنا يهدي الكل. هنا يقول: لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. كل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. الروح القدس اللي في الكنيسة بيشهد للحق، والحق هذا هو الجسد الحقيقي والدم الحقيقي. أجدادنا أحبائي كانوا يتناولوا ويطلعوا على الاستشهاد بفكر بسيط جميل. بمعنى إيه؟ خدنا دواء عدم الموت، يلا موتونا بمنتهى السلام. ليه؟ موت ايه يا عم؟ خلاص اللي مشي في جسمي دلوقتي الحياة الأبدية، قوة القيام. فأحيا لا أنا، المسيح يحيا فيا. دي ازاي افهمها من غير إفخارستية؟ باكل المسيح كله ويعيش فيا، وبالتالي أنا حي بالمسيح، وبالتالي أنا كده الموت ما يغلبنيش. ما هو ما عارفش يغلب المسيح. إذا وإحنا بنحتفل بالقيامة، بصوا بقى عظمة كنيستنا، ذهن الكنيسة عاوزة تقول لنا احتفال القيامة يكمل بالإفخارستية. إن اللقمة دي الجسد الحقيقي والدم ده اللي بيدينا قوة القيامة. فالمسيح قام لنا وأقامنا معه ودانا قوة قيامته يوم ما تعمدنا، ده مرة واحدة. لكن هنعيش بقى نأكل خبز الحياة، حتى اسمه خبز الحياة، واهب حياة أبدية، واهب حياة للعالم. طب ودليلنا احنا بس؟ لكل من يؤمن.
فاللي هيدخل على الإيمان المستقيم يتولد ولادة جديدة، يبقى له الأكل السماوي، مصدق التسليم، عايش بفكر الكنيسة، لن ينكر أبدا الحقيقة ولن يستهين أبدا. وهنا أنهي بحتة تطبيقية بقى، تعالوا نحكم على نفسنا إلى أي مدى نستحق جسد والدم. طب يمكن قربنا نتناول، هندخل تاني نتناول واحنا جايين متأخر، واحنا لسه في خصام في قلبنا، واحنا ما ركزناش حتى في القرايات، ولا سمعنا الكنيسة بتقول ايه النهاردة، ولا طلبنا الرحمة من قلبنا بخشوع شديد، ولا وقفنا برعدة اسجدوا لله بخوف ورعدة ان ده جسد حقيقي للمسيح، الملائكة ما تقدرش تلمسه، ده الملاك في أشعياء 6 لمس الجمرة بملقاط، انما مس بها شفتين أشعياء، فأشعياء بقى له امتياز اعلى من الملاك بالإفخارستية. احبائي احنا في عز في كنيستنا، الإفخارستية راس مالنا وعاوزين نشتاق لها ونطلبها، ونوعد ربنا يا رب هنرجع الكنيسة وهنتناول بس بخشوع برهبة بإيمان مستقيم، وكل مرة أبونا هيقول جسد حقيقي هنهتف كلنا أمين، وأول ما يقول الجسد المحي لازم هنبقى ساجدين لأنه جسد حقيقي لإلهنا. كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. خريستوس أنستي.